يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اشنو كتعاودوا؟ عواشركم مبروكه، الله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله صالح الاعمال يا ربي، وعيد مبارك سعيد مسبقا. هنا اليوم البنات، انا جيت لمارينا مول باش غادي نكسي هكا الوليدات، فجبتكم معايا باش تفوجوا معايا، وفي نفس الوقت بالنسبه للناس اللي باغين الهميزات وباغين يكسوا وليداتهم ومازال ما كسوهمش، فغادي نديكم معايا جوله في كياب ان شاء الله باش تشوفوا الجديد اللي كاين. وكذلك كاين مفاجاه بالنسبه لعشاق البلاكيور، اليوم ان شاء الله غادي نديكم معايا لواحد المحل ديال حمزه اللي معروف تيك توكر ما شاء الله عليه كبير، وعنده داكشي رائع بزاف، والاثمنه غادي تصدمكم البنات، فخليكم معايا حتى الاخير ما تمشيو فين، وجوله ممتعه. خليك ليلي يا بلالي ونطير معاك الى ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك ليلي يا بلالي ونطير معاك الى ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وانا وبالعقل اشتاني في الرزانة، كيف تقلب لحنانة
تشد عليا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون أفهمني حاسس بيا عرفني تكفيا ولا غضبتي خاف عليا وبلوم شطوط وانا وانا كيف ما وعدتكم في اول فيديو البنات هنا جبتكم معايا عند محل بلاكيور حمزة المعروف في التيك توك البنات راه ما شاء الله عليه يعني كيدير فيديوهات وكيوري ما شاء الله داك الجديد اللي كيجيب شي حاجه كتحمق شوفوا لي هاد لي بغاس لي البنات الثمن ديالهم اللي غادي يصدمكم 20 درهم فقط يعني صراحه كيجيب لي بيجو رائعين والاهم ان الكاليتي عنده رائعه يعني شي حاجه اللي زوينه بزاف ما كتكحل ما كتبيض ما كيوقع عليها حتى شي حاجه وكيف ما قلت لكم الاثمنه جد 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 مناسبه بزاف حمزه كيدير الاثمنه ديال ولاد الشعب بحال هاد البغاس لي هذا البنات الثمن ديالو فقط ب 50 درهم يعني صراحه داكشي عنده زوين زوين بزاف فانا اليوم البنات لان المحل كان عامر فوريتكم غير شويه شويه من الحاجه فان شاء الله غادي نجي ورا العيد وغادي ندير لكم فيديو شامل وغادي تشوفوا معايا كاع لي زارتيك اللي عنده صراحه داكشي واعر واعر بزاف وطوب وكذلك الاثمنه اهم حاجه ان الاثمنه رائعه شوفوا هاد لونسومبل البنات الثمن ديالو غيصدمكم فقط ب 90 درهم يعني شوفوا لي الاثمنه شي حاجه الخيال العلمي البنات والاهم كيف ما قلت لكم الكاليتي عنده زوينه وعنده الضمان وعنده واحد الحاجه اخرى زوينه بزاف اللي هي انه اي موديل عجبكم في الذهب كيمكن ليه انه يصايبوا لكم ويقادوا لكم كيف ما بغيتوا هاد لونسومبل البنات حتى هو ب 50 درهم فقط يعني شوفوا الاثمنه راه صراحه الخيال العلمي البنات المهم بالنسبه للعنوان ديالو البنات راه كاين في المدينه بالنسبه للناس اللي كاينين في كازا كاين في الهبطه ديال الباب مراكش كتمشيو حتى الاخر ديال الباب مراكش القيصريه ديال الذهب كتهبطوا معها نيشان غادي تلقاو حدا القيصريه حدا مانين الذهب تسولوا عليه حمزه البلاكيور غادي يوريه لكم وهنا البنات من بعد ما رجعت للدار هكا وجدت فطور خفيف ظريف يعني داكشي اللي عندي موجود هو اللي قضيت به لان كيف ما كتعرفوا كنت خارجه النهار كله فداكشي علاش قضيت باللي عندي هنا هاد المسمنه البنات بالخليع رائع هذا كناخذ من عند واحد السيده بالنسبه للحرشه فتدخلت عاد باش قديتها يعني حتى الدقيقه 90 فطور فن زربن يعني حاولت انني نقضي داكشي اللي عندي في الدار صافي البنات هذا هو الفطور ديالنا كانت يعني فطور متواضع اللهم أديمها نعمة واحفظها من الزوال فاليوم البنات كيف شفتوا كان فيديو فيه الميزات بالنسبه للناس اللي مازال او الناس اللي مهتمين بالبلاكيور كيف ما قلت لكم ان شاء الله غادي نرجع قريبا ان شاء الله ورا العيد ان شاء الله ندير لكم فيديو شامل باش تشوفوا هكا كاع لي زارتيكل لان صراحه داكشي كيستحق يعني ما شاء الله عليه هذا الولد هذا يعني كيجيب دوك الميزات زوينين بزاف وما كيديرش يعني شي اثمنه اللي مبالغ فيها بالعكس كيدير اثمنه ديال ولاد الشعب فكيستحق اننا نشجعوه وغادي ندير لكم بالنسبه للعنوان يعني واحد الفيديو توضيحي باش هكا الناس اللي ما عارفينش يعرفوا العنوان بالضبط وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم ان شاء الله البنات كنتمنى انه يكون نال الاستحسان ديالكم كنضرب لكم موعد فيديو قادم ان شاء الله ما تنساوش انكم تخليوا لي تعاليق ديالكم كيفاش جاتكم هاد لا فيديو هادي وكنقول لكم من هذا المنبر عيد مبارك سعيد ان شاء الله يا ربي الله يبلغنا رمضان ان شاء الله مره اخرى سالمين يا ربي ومعافين يا ربي وما يحرمنا من حتى شي واحد عزيز يا ربي الله يستر لكم البنات حتى نتوما والله يدخل عليكم هذا العيد هذا بالصحه والسلامه واي حاجه كتمنوها يا ربي يحققها لكم والى لقاء الغزالة ديالي لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا فإذا بك تنهى وتأمر كريم.